فني مد فني حسب حسب انا مش فاضي دلوقتي مش فاضي دلوقتي ان شاء الله لما احب اكلم حضرتك اجيلك امتى بعد ما احس الطلبات تخلص ولا لعبت عليك نفسك فين يا ولا الواد اللي كان بيتبلى عليا قصدك مازن مازن مش عارف مازن وانت حازم وحاجه يعني حاجه عجيبه بصراحه عموما الواد اللي كان متعور ولسه خارج من الحمام قصدي يا سيدي الدبليو سي قصدك اللي انت عورت اللي انت عورت خلاص روح انت مش فاضي اهدي اهدي خد يا ولد خد خد خليكم في حزه المد والجزر اللي انتوا بتلعبوها دي روح روح انت مش فاضي روح بقى كده اللي انت عورته دي محسوبه بقى ومدروسه دي خطه زي ما الكتاب بيقول بالظبط بس على مين عليك انت يا متولي انا مش راجع تل العقارب تاني وعايد لكم هيلة ولازم انا اوصلها لوزير التربيه والتعليم شخصيا ده اذا كان فضيلي يعني بس وماله وادي قاعده ها ايه ده اكيد مش قاعد هنا يعني اطلع فوق ثاني مد